بيجيننج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والنهارده معانا كفته بلدي. هو راح فين؟ اهو كده اهو يا عم. اهو يا عم، في ايه يا عم؟ يا عم عملت لك ايه يا عم؟ خلاص بقى، عشان لو وقعت الوقت انا كده هنتحر كده. اه بعيد خالص. ايه ده؟ الحقنا كفته، الحقنا كفته. يا نهار ابيض، وفي ايه؟ تعال، عايش عليا او عليك تقريبا عليا. ايه ده مطره؟ ايه ده؟ لا يا عم، المطره مش بحبها. انا قلت بحبها. شكرا على البيت اللي انت عملتونه. ايه ده؟ لا المطره خلصت، سبحان الله. او ما انت قلت مش بتحبها. خلصت. طبعا النهارده الابطال جايين نلعب مع كفته بلدي. طبعا دايما بلعب ماينكرافت مع كفته، ما ينفعش العبها لوحدي. ليه؟ عشان انا محترف. عشان نوب. هاشتاج بلال نوب. خلاص بقى، انت جاي عليا كل شويه في كل الفيديوهات. وفي ايه؟ خلاص بقى، ربنا ما يسيء. انا المشكله مش معايا اي حاجه اصلا دافع بيها عن نفسي. هو تلاقيه بقى ايه، عامل كل حاجه ماشي. طب ايه النهارده بقى؟ هنعمل ايه النهارده يا كفته بقى؟ قول للابطال بقى هنعمل ايه النهارده. المهم بقى سيبنا اتكلم بقى شويه، دوري انا في الكلام يا عم، وانت روح بعيد كده. المهم يا شباب، النهارده عندنا خدعه تيك توك، يعني هنبني بيوت مثلا سريه تحت الارض، هنبني مخابئ، هنبني حاجات حلوه جدا نعملها في ماينكرافت. فهي يعني هتبقى حاجه حلوه ومفيده برضو للي عايز يلعب ماينكرافت سرفايفل مع ناس كتير ويقعد يخبي القاعده بتاعته مثلا. فهمتوا يا شباب؟ خلونا بقى نبدا باول قاعده. يلا بينا يا ابطال. اولا كده يا بلال، انا عايزك تخش جوه عشان انا هخلي. طب استنى بقى، هتعمل فيها ايه؟ هتعمل فيها ايه؟ عشان بص انا بقلق منك بامانه، بخاف منك جدا بامانه، عشان انت بص غدار. هتعمل ايه وانجز؟ انا اخلي اللعبه تقفل عندك. طب بص انا هدخل انا وامر اللعبه. يلا. المهم يعني انا هحط لك هنا بس بروش بليت، وهنا احط لك حاجه سريه تحت هنا ومالكش دعوه بيها بقى، ما تبصش. ايه والله لسه يا ترى افضل بيعمل ايه تحت؟ يا لهوي، استنوا كده، ما تبصش. خلاص يا عم مش هبص. ايه ده؟ ده في زومبيين جنبي. يا رب ما دول، ما فين دول؟ حاسب بس عشان ما تمش. انا هعمل لك كريت زومبي. لا هعمل لك كريت. يلا المهم انت بقيت كريت. بص بقى يا عم، انا عايزك تخش البيت ده. ايوه يلا خش. ايه ده؟ اخش؟ يلا خش. يا رب انا خايف. هنختبر ذكائك النهارده، هنختبر ذكائه يا شباب. بص بقى يا عم، عايزك تطلع من البيت ده. مش هيعرف يطلع خالص. الحق. إيه ده؟ مش هيعرف يطلع خالص بأمان والله. ايه ده؟ مش هتعرف تطلع خلاص. طيب تمام، خلاص خلاص. مش انت بتختبر ذكائي؟ طب تمام، اتقل. ايه ده؟ انا كده دخلت معاك بقى وما عدتش هعرف اطلع. طب استنى يا عم، انت بتختبر احنا ذكاء؟ ايه ده؟ طب ازاي؟ طيب انت كده الموضوع. طب ثواني، احنا كده اتحبسنا يا عم. استنى كده، احنا محبوسين يا جماعه، احنا محبوسين. اوه ايوه، بيكسر. أوه. ايوه يطلع بره. احتراف احتراف. بلات. المهم يا شباب، يعني خدعه بسيطه كده لبلال، كنا بنختبر ذكائه. المهم دلوقتي عايزين نبني مخبأ سري. ما تيجي يا بلال نبني مخبأ سري كده؟ مخبأ سري؟ والله موافق. مش هوافق ليه؟ المهم بقى خلينا نبني كده كانها قاعده عاديه. مثلا نجيب لنا فرن، امسك الفرن ده كده اهو، عاش قوي. ونجيب كرافتنج تيبل، نجيب كرافتنج تيبل. ابني ابني خليها قاعده عاديه خالص. ده انت بتعمل ايه؟ معلش والله ما خدتش بالي. عاش قوي. انا مش معايا اي اداه خالص اصلا. ما احنا كرييتيف، احنا مش محتاجين ادوات، بس كرييتيف. ايوه ماشي. لو انا ليه هنا في زومبين كتير واصوات كده؟ مالكش دعوه بالبيت، مالكش دعوه بالبيت. يا عم بقى بطل تحارب وحوش وتعالى ابني معايا. اه ماشي خلاص. يا اما الغي لك الوحوش ده خالص. لا لا خلاص. ايه ده؟ هنقعد بقى نبني هنا في الحاجات هنا؟ اه لا ما تبنيش في الحاجات بقى، انا هقول لك المخبأ السري. شيل بس الفرن ده. طب ماشي، انت عادل في كام فرن ولا ايه ده؟ لا هو صندوق، صندوق وفرن، صندوق وفرن. والكرافتنج تيبل دي بقى فيها خدعه سريه. بص يا عم، هات لنا كده حاجه اسمها ايتم فريم، اللي هي بتشيل الحاجات. ماشي، هنحطها انا اهو. شايف ديت؟ اه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي بتعمل ايه دي؟ آه خلينا بقى نعمل الخدعه فيها. هنجيب سيف دايموند او سيف اي حاجه، وهنحط هنا من جوه. اقول لك اتحط عليها سيف اهو، ولا هتعمل ايه؟ مش عايزها من هنا، عايزها الناحيه دي. الناحيه التانيه هنا؟ اه تعالى بقى ورا البيت. شايفين يا ابطال؟ شوفوا عامل ازاي. هتعمل ايه ده؟ تعالى بقى من ورا. من ورا؟ اطلع اطلع. اه تعالى.
شايف بقى الستيكي بيستون ده هيعمل ايه؟ مش احنا حطيناها هنا؟ تعالى هنا بقى. احنا حطيناها، لا مش هنا، هنا. ايوه حطيناها هنا، بشوف بس بتأكد يا عم. ما... شوف بقى انا اذكى منك ازاي. طب اوعى اوعى، بس اهو يا عشان عم، نعرف نبني، هنحط بلوك هنا وبلوك هنا وكده بالشكل نطلع ده. على الشجرة هنقوم كده. بقى جايبين حاجة اسمها الكمبيوتر المستشعر، وهنجيب ريد ستون دست عشان نعرف نبني. بص بقى، المستشعر هيتحط هنا، وهنجيب ياه بقى الريد ستون انت اللي هنحطه ده، هنا. يا لهوي باين عليك كلام كبير، عاش جدا والله، عاش حلو. جدا يعني. ايه ده، استنى استنى، انت تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتبص وشوف. والله انا عم ببص وانت لسه مش فاهم حاجة. بص يا عم، هفهمك الفكرة كلها في الاخر. طيب ماشي، ادينا مستنين. يا دي النيل على المطر يا عم. الموضوع ده مش سايبنا، وطلعت مستقصدنا. الشمس، ايه ده، طلع في وطلعت الشارع. الشمس رشفت. سبحان الله. المهم يعني، خلينا نقفل برضو الحتة ديت على اساس ايه، ان مفيش حاجة. ماشي، طيب تعالى ماشي، بقى ايه، تعالى بقى اوريك الفكرة في الموضوع. اما نحفر نشوف هنا اما نشوف حفرة، هو. ايوه حفرة تحت خالص في الجبل ده. خلاص ما تنزلش ورايا، بلاش لا ما بلاش تنزلش. انزل، بلاش ماشي. تعالى بقى يا عم، هنعمل الخدعة هنا. في هنا بلوك عادية خالص، وهنا سيف عادي خالص. هنقوم محركين، 1 2 3 4 5. ايه ده، شفت ايه ده، ده طلع ازاي؟ ايه ده؟ ما الحق كأن مفيش حاجة تحت الكرافتنج تيبل خالص. يا الحق ابني، يا عم انت. ازاي بأمان والله؟ اذا ينفع نعملها هنا برضك ما تبقى هو نفس الكلام؟ تبقى نفس الكلام، بس ايه ده يعني بس انت، بص، طب انت لما جيت حددت كده يعني، حددت من ورا هنا، مش عارف انت حددت ايه، حاجات كده معينة. حددت ايه بقى يا عم؟ ان فكرة ايه، ان البتاع اللي ورا بتتشدد. اللي انا حاططها دي، لما بنعملها 5 مرات على الشمال، هتقوم عامله هنا كهرباء. شايف الجهاز ده اهو يعني اللون بيحول. الاحمر ده بيعمل كهربا تقريبا عند ده. عند ده صح، هيقوم ايوه فعلا، زيقها لجوه. ابعش بلال والله. بيتعلم يا جماعه، سلام يا سلام. سقفوله لا بصراحة شقه كبيره. بعد ما كفت قال لي ازاي تعمل، بص الجرافيك يا ابطال، الجرافيك اسطورة والله العظيم. حبيت الاول الجرافيك، انا بص بصراحة مش بحب خالص جرافيك ماينكرافت، وبحس ان انا مش متحمس للعبة، لكن بصراحة الجرافيك حمسني جدا بامانه ان اصور فيديوهات اكتر بامانه. فوصلوا بقى الفيديو ده ليه 200 لايك او ولا 150 لايك، انت ايه رايك؟ مش لا ميت. بيوصلوها، مش عارف ليه يعني، لا انا انا متضايق زعلان منهم منهم، بصراحه. عشان الحلقة اللي فاتت انا زعلان منهم عشان ما وصلهاش 150. المرة دي بقى تحدي 200، لو ايوه وصلوها بس نكمل في كده، ماينكرافت. يلا يا ابطال وصلوا بقى الفيديو ده ل 200 لايك، عشان باذن الله هنكمل فيه سلسله ماينكرافت بتاعتنا، ونعمل نعمل لكم بقى اسرار وحاجات جامده. انت لسه قاعد بتنفد؟ ايه ده، انت نزلت لوحدك؟ لا مش طالع، مش نازل ولا ايه؟ سلام الحق، سلام. انت رحت في ايه؟ انا بقيت تحتين. بقول لك ايه بقى يا بس بلال، ايه ده، مش احنا مركبين اوبتفاين وحاجات حلوه كده؟ يلا بقى هنعمل ايه بقى؟ عايزك تمسك الشمعة في ايدك الشمال، دوس اف وانت بتمسك الشمعة. ايوه الشمعة، وتعالى بقى كهف، تعالى انزل الكهف ده. تعالى بس نقفل المخبأ السري بتاعنا وانزل الكهف انزل انا، بالشمعة في ايدك. ايه مش ده، الشمعة بتنور؟ الشمعة بتنور في ايدك ايه ده، عشان دي خدعة برضو من الخدع بتاعت الشيدرز دي، بتخلي الشمعة تنور في ايدك. ايه ده، يعني لو انا حطيتها في الايد التانية مش هتنور؟ لا هتنور برضو. ايه ده، طب ايه الفرق؟ طيب ولا هو هي اصلا عامة مش بتنور؟ انت بتبص عليا كده ليه؟ يا عم بس لا انه شكلها بيطلع كده حاجة. يعني، كنت بحاول بس اوريك يعني الشيدر ميزته ايه، طب فاهم؟ ما تبصش عليا كده. طيب انت ايه يا عم انت انت بتعمل حمام تحت، خلاص مش هبص. انت طيب مش عايز تطلعني ليه ولا ايه؟ ولا مش ناوي خلاص كده، ما بعت. تطير انت، ايه ده، اطير طير ازاي؟ انت يا عم. ايه ده، سبحان الله، مش نسيت اللي عارف انا تطير. كريتيف، اسف. عايش عايش. اتعود على السرفايفل بقى، انت اتعودت. ماشي يا زميلي، ولا كلام. ايوه بقى ماشي، يلا بقى. يا ترى ايه الخدعة الثانية؟ ما الخدعة، الخدعة التالتة بقى الخدعة الثانية بقى، ولا التانية؟ والله ما عارف. ماشي. الله أعلم، أنا مش عارف. يلا المهم بقى يا جماعة، هنبني هنا بيت خفيف خالص على أساس إن هي إيه، أوضة الكمبيوتر بتاعت بلال. شوف انا طاير ازاي يا هنبني، لهوي، انا باظ يطير يا جدعان، انا مش مصدق. هنعمل لبلال كمبيوتر. بتعمل لي كمبيوتر ليه يا عم؟ خلاص اعمل لي تجميع بقى، انا عايز تجميع. تجميع بكام؟ ادفع بقى. بص، بدايموند، ب 50 دايموند، ايه رايك؟ ماشي يلا ادفع الدايموند. مش معايا، بهزر اصلا، انت صدقت؟ ايوه صدقت، انا هعمل يا لك باشا تجميع يا وهعمل باشا، كل الدايموند تحت رجلك يا باشا، ايه رايك بقى؟ المهم بقى، تعالى يلا نعمل يا عم بينا، الفكرة اللي انت هتعمل ايه طيب؟
هعمل لك كود الكمبيوتر. بص بقى، تعال نجيب حاجه اسمها بانر، ماشي؟ البانر ده اللي هو الشعار، امسك انت البانر الاسود ده، امسك لا وتعالى مسكته حطه في الاماكن الثلاثه دول، واعمل ادي وقف واحد نوع على البلوكه ديت وحط اتنين. التاني وحط التالت هناك، بس واو كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بس المهم شكله بقى هنعمل ايه؟ اسطورة. ايوه هنعمل هنا مكتب الصراحه، يعني لازم نوسع الاوضه من هنا، معلش. طب ماشي، بس تعالى كده فتعالى استنى، لازم هنا نبني برضك حاجات. لازم برضو نبني حاجات من ايه ده هنا. ايه اللي انا عملته المهم ده؟ يعني انا وسعتها خلاص، يلا ماشي انا وسعتها، يلا يلا خش خش جوه. يلا انا جاي لك اهو. اذا انت كده وسعتها هنبني بقى، ماشي حلو. شوف هنبني بقى اذا بنت، نزلت هنبني تحت كرسي. اهو. طبعا يا شباب انتوا مش عارفين ازاي تقعدوا في ماينكرافت بالكرسي، فاحنا النهارده هنعلمكم ازاي تبنوا كرسي قدام كمبيوتر. طبعا المطره جت والحمد لله. انت شكل الاس حظنا نحس، حظنا نحس، كل شويه مطره وانت بوشك ده. يا عم انت بوشك ده يا عم، ايه ده انا مالي؟ ايه ده ايه الحد، انا شبهه يا جدعان. انا اسف كنت بتنمر عليه، بس المشكله اللي انا بقيت لقيت شبهه. المهم بقى خلونا اعلمكم الخدعه ديت. اولا كده لازم نبني طريق الريل دهوت، هنبنيه. مش عارف ليه هو مش راضي يتبنى هنا على الستيرز، مش شكله مش بيتبنى عليها. المهم انا عرفت خلاص ابنيه ازاي، هنحطه اهوت. هنفتح بقى فتحه من فوق يا شباب، هنعمل حاجه اسمها ستيكي بيستون، هنجيبه او بيستون بس عادي، هنجيب عادي واحد عادي خالص. نحط الماين كارت الاول، انا انكسرت الريل واي من غير قصد. نحط الماين كارت و اوه ازاي ده عايش؟ وثم هنعمل ايه؟ نطلع كده فوق يا بطل نشوف هو بيعمل ايه. هنعمل هنا ستيرز ونعمل هنا بيستون، ماشي؟ بس خلينا اظبط البيستون يا عم، بس كده ظبطته. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب اللي هو الليفر. انت بتبص عليا من فوق اصلا، شايفك يعني شكلك غريب كده. هنعمل ايه بقى؟ هنكسر الحته ديت، تقوم الماين كارت نازله، نقوم احنا جايبين البريش بليت ده ونقوم بقى ضاغطين كرسي. عليه. وثم ايه اللي حصل؟ تعالى يا بلال تعالى، ايه واقعد ده؟ بقى طب دوس ايه؟ كليك يمين اهو، دوس كليك يمين. وعد اقعد ايه بلال قاعد. ايه ده ده بلال قاعد؟ بجد؟ ايوه قدامك بقى، قدامك بقى الكمبيوتر بتاعك. هعمل لك حاجه اسمها كاربت، اوه ايه ده ايه ده؟ استنى بقى، منتج هجيب لك بقى، الكاربت. منتج بقى للابطال الفيديو الجديد بقى. استنى اقعد امنتج، اقعد امنتج في ماينكرافت. والله عايش، اوه والله اسطوره، عاش عليك والله والله، وحش اسطوره، عاش انا عارف انه وحش يا عم، انت وحش. تستغل في قدراتك. شفت بقى؟ لا لا يا جدعان، كفت ده جامد جدا يا جدعان. قناته تحت في الديسكريبشن، اتمنى ان انتوا تشتركوا فيها. يعني وصل 10,000، انا وهو وصلنا مع بعض اصلا، فعايزين بقى ايه، نوصل مع بعض 20,000. يلا بقى انزلوا بقى ظبطوه بقى ابطال. يلا يا شباب بقى ما تخذلونيش، وصلوا الحلقة يعني 200 لايك عشان تفرحوني تاني. طبعا احنا بص كده ايه ده، بقى انت يا كمان بلال بقى، بتعمل ايه ده؟ يعني المفروض دي شاشة كده، انت عايز تقول لي دي شاشة 3 شاشات يعني. ما عندك كمبيوتر بقى تجميع يا عم، احط لك كيسة كمان ولا حاجة. لا لا خلاص، انا عايز ماوس. ليه يا عم المكتب بوظ المكتب ليه؟ لا احط لك كيسة بداله يا عم، ده انت اه هيبقى عندك ماشي، احلى مكتب. هو انا كده بقى التجميع من غير كيسة. الكيسة اوه ايوه. السلام، اكبر كيسة في حياتي. لا عايش المهم يلا قوم قشطة، من على يلا الكرسي بينا. بقى، دوس شيفت دوس شيفت. اذا قمت يلا ماشي، بلال اقعد بلال انت قوم من بقى، على الكرسي. اقعد انا شوية يا ريحني يا عم، وقفت من الصبح يا تعبان. شايفني يا نشوف بلال؟ نشوف بقى كفتة ايه، شايفني نشوف نشوف بقى كفتة هو قاعد. يا يا عملتش بقى سلام، الابطالي الابطال بقى الفيديو بتاعنا، طن طن طن، وهكر بقى وشركات وابعث فلوس. يلا يا عم تعالى الخدعة اللي بعدها. يلا بينا يا ابطال. المهم يا شباب انت يلا تعالى معايا يا بلال، وقف نوع. انت رايح فين؟ تعالى انا تحتك اهو. يلا نزلت، نازل نازل. الصراحة يعني عايزين نبني مصعد، او تعالوا نعمل فكرة حلوة قوي، واللي هي هتتعمل بحاجة اسمها بيكون. فخلونا نجيب البيكون ونحطه اهوت، هو ده شايفه. واو ايه ده جامد، حلو قوي. نكسر الأرضية اللي تحت ونجيب حاجة اسمها ايرون بلوك، هنجيبه وثم نحط الايرون بلوك هنا وشوف ايه اللي هيحصل. اهو ايه ده؟ شفت اللي حصل؟ ياه ياه شكله جميل قوي، شكله جميل صح؟ ابن الذين،
ده جامد والله. ايه ده؟ طب ده لو وقفت عليه ده يحصل حاجة؟ ما حصلش لا مش حاجة، هيحصل حاجة. بس شكل حلو يعني، كشكل حلو. بص بقى الخدع في الموضوع ايه، هو ايه ده شكله كده لونه ابيض يا عم، انا عايزه لونه يعني؟ انت اخضر يعني. اهو اوعى انا تقول لي انت بحب اللون هتلونه؟ الاخضر. ايه ده؟ اهو لو انت واو، اهو خليته اخضر فازرق يا عم، ايه ده كوكتيل وهو كمان؟ كمان ايه ده؟ طب انا اهو لون اخضر لون ازرق. ازرق. شوف شوف، بص 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 يا ابطال، بصوا هنا ازرق، هنا اخضر، هنا ازرق، هنا اخضر، هنا ايه ده؟ ايه اللون تعالى ده؟ بقى مش عارف. نعمل كوكتيل الوان، نعمل كوكتيل الوان ملهوش حل. او تعالى كده نطلع نشوف اخره فين، ملوش اخر ده ولا ايه؟ لا ليه اخر، ما تطلعش فوق خالص بقى عشان الجرافيك الحلو. اوه يا لهوي، عاش الدنيا ليلة خالص. ما هو بيبقى حلو بالليل خالص يا اخي، لما بيبقى حلو بيبقى حلو بالليل جامد. بص اوه بقى يا بس عم، اللون هنا الابيض ده احلى. اهو نحط لون اسود، وهنا احمر، وهنا اصفر، وهنا ازرق، وهنا برتقاني، وهنا سلام. ازرق، وهنا اخضر تاني، وهنا احمر، وهنا اسود، وهنا ازرق، وهنا يعني المطر كوكتيل دي مش الوان كده سايبانا، حلو. المطر دي مش سايبانا في حالنا. لا شوف يا المطر ابطال، هي مخليه واو جامد على فكرة، شكله ياه، جامد. عاش اوي والله، شكله بجد تحفة. ده يوم يا ابطال، ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الجمال ده؟ والله والله شكله جامد يا كفتة، عايش. انا قاعد بصوره لك من بعيد اهو، بعمله لك لقطات لقطات حلوة. ماشي يا عم. بص بقى، دوس اف واحد، دوس اف واحد، اه وتعالى هنا خد له سكرين شوت حلوة كده. يلا بقى تعالى نقف هنا وننهي الفيديو. وبس كده يا ابطال، فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. طبعا يا ابطال انا وكفته بقى، بصوا بقى احنا مش يعني ايه، بصراحه لما بنشوف لايكات كتير بنعمل لكم وفيديوهات كتير عن ماينكرافت، وان شاء الله نعمل لكم تجارب وحاجات جامده طحن. طبعا كفته اهو تحتيه قاعد بيبني، بص بص بقى حاجه اسطوريه. السلام. وطبعا ان شاء الله لو عايزين نعمل جزء، لو انتوا عايزيننا نعمل الجزء الثاني ان شاء الله، وصل الفيديو ده ل 200 لايك. فبس كده يا ابطال، فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديدة. وبس كده، ايبي جيمنج، ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله.